وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حملة ائتلاف الخير بالتعاون مع صندوق الزكاة لتوزيع الطرود الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك. وتتضمن الحملة توزيع طرود خيرا تشتمل 15 ألف طرد غذائي بكلفة مالية إجمالية مقدارها 250,000 دينار يتم توزيعها من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة في المملكة لإيصالها للأسر الفقيرة والمحتاجة ومستحقيها. بدأ توزيع الطرود الأخ محمد من هذا اليوم بإذن الله عز وجل لتنتشر في كل محافظات المملكة. لجان الزكاة التسليم تم للجان الزكاة المنتشرة في كل محافظات المملكة. الأخ محمد يعني دائما ليست هذه المرة الأولى، هو عضو في مجلس إدارة صندوق الزكاة، محسن ومتبرع كبير لمجلس إدارة صندوق الزكاة، ويغطي جزء 15,000 طرد مواد غذائية فيها سكر ورز وزيوت طعام قلي وغيرها من المواد التموينية الموجودة التي تغطي حاجات الأسرة خلال شهر رمضان المبارك. اليوم انطلقت حملة ائتلاف الخير أبو صوف وقرمان لتوزيع الطرود التموينية على الأسر الفقيرة في شهر رمضان المبارك كالمعتاد، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لنا أنه نطوف على كل المحافظات المملكة بالتعاون مع صندوق الزكاة ولجان الزكاة.